مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. أجواء حارة بحدة متفاوتة، حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة عبر الجزيرة العربية باتجاه المملكة، ولذلك بما أن الأجواء حارة نرجو الانتباه من ضربات الشمس، وأيضا راح تكون الليالي أكثر حرارة من المعتاد ومن الليالي الماضية. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون خلال الأيام القليلة القادمة تحت تأثير كتلة هوائية حارة، وبالتالي تكون الأجواء حارة وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بشكل واضح وأيضا بشدة متفاوتة. هذا اللون الأحمر الغامق يمثل درجات الحرارة الأعلى، كذلك اللون السكني يمثل درجات الحرارة الأعلى، لكن السبت والأحد تقريبا تنخفض درجات الحرارة قليلا درجة إلى درجتين، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها أيضا بشكل واضح. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، درجات حرارة أعلى من المعتاد، تقريبا نقدر نوصفها انها معتدلة الى حارة نسبيا. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 24 درجة مئوية، اعلى من المعتاد واعلى من معدل درجة الحرارة الصغرى بحوالي 4 درجات مئوية على الاقل. الاحوال الجوية المتوقعة لثلاثة ايام القادمة، يوم غد الجمعة اجواء حارة، استمرار للاجواء الحارة، ايضا تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 3 إلى 5 أو 6 درجات مئوية. العظمى المتوقعة يوم الجمعة بحدود 35-36، والصغرى المتوقعة بحدود 23 درجة مئوية. يومي السبت والأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، وأيضا تكون أعلى من المعدل ما بين 2-3. العظمى يوم السبت ما بين 32-34، والصغرى بحدود 23. أيضا يوم الأحد العظمى المتوقعة ما بين 32-34 حسب الأماكن والتضاريس المختلفة في عمان، والصغرى المتوقعة بحدود 24 درجة مئوية. أيضا درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة ودرجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة. في المناطق الشمالية إربد 36-23 أجواء حارة، عجلون 36-22 حارة، جرش حارة 38-24، المفرق حارة 39-22 درجة مئوية. عمان والمنطقة الوسطى أيضا أجواء حارة، عمان والبلقاء ما بين ومأدبة ما بين 35-36 العظمى، والصغرى تتراوح ما بين 23-24. البحر الميت أجواء حارة أكثر من المعتاد وأكثر من بقية المناطق، والحرارة العظمى المتوقعة 43 والصغرى المتوقعة 30 درجة مئوية. الزرقاء أيضا أجواء حارة 38-24. المناطق الجنوبية أيضا أجواء حارة، الكرك 35-22، الطفيلة 33-21، الشراه 31-19، معان 37-23، والعقبة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 42-30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية والمنطقة البادية الشرقية أجواء حارة إلى حارة جدا، والأزرق 43-25، الصفاوة 42-26، والرويشد 42-24 درجة مئوية. مشاهدينا هناك بعض التوصيات
اللي بنحب نشير فيها إلى إخواننا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر. أول شيء التنبيه وعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة، ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترة قصيرة، أيضا الانتباه من ترك المواد والسوائل القابلة للاشتعال داخل المركبات، وأيضا شرب أكثر شرب السوائل والماء خاصة في فترة الظهيرة وفترة درجات الحرارة العالية، أيضا لبس ملابس فضفاضة قطنية ذات اللون الفاتح، وأيضا الانتباه من لسع العقارب والأفاعي خاصة في المناطق المفتوحة وفي المناطق البادية والسهول. وأيضا نرجو من الجميع عدم رمي أعقاب السجائر خاصة في مناطق الأعشاب الجافة ومنطقة الأحراج والمناطق المزروعة بالأشجار خوفا من حدوث الحرائق. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.